أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بيروت اليوم. ضيفي الرئيس التنفيذي لمجموعة الميس العربية الأستاذ إلي رزق، وهذه أبرز المسائل التي سأناقشها معه. المواقف التي استهدفت سياسات وقيادات في دول مجلس التعاون الخليجي، كيف انعكست على الاستثمارات اللبنانية في هذه الدول؟ هل يتخطى الصراع الطائفي المتنقل المحظور؟ ومن هي الجهات التي تقوم بحسابات خاطئة؟ الخلاف حول صيغة قانون الانتخاب، هل سببه الانقسام الحاد بين الفرقاء أم الرغبة المستترة في تأجيل الانتخابات؟ الوضع الأمني، سلسلة الرتب والرواتب، إضافة إلى قانون الانتخابات، كل هذه الملفات سأناقشها مع ضيفي الأستاذ إلي رزق الرئيس التنفيذي لمجموعة الميس العربية. أستاذ إلي رزق، أهلا وسهلا فيك. في شكرا. بيروت اليوم. لكن قبل أن أبدأ بهذه الملفات المطروحة على طاولة البحث، يعني والمشكل في لبنان، حضرتك مستثمر لبناني في دول الخليج، كنا عم نحكي ما قبل هذه الحلقة مدى تأثير يعني الوضع على اللبنانيين والاستثمار اللبناني في ضوء بعض المواقف التي تنتقد بعض الدول العربية والدول الخليجية. استاذ فادي، اليوم كلنا بنعرف دول العالم الاقتصادية والحضارية والمتقدمة بتوضع سياساتها لخدمة أهدافها الاقتصادية ودعما للقطاعات الانتاجية فيها، بينما نحن بنلاحظ بلبنان للأسف أنه هالسياسيين والسياسات اللي عم تنوضع ما عم تاخد بعين الاعتبار وين مصلحة لبنان الاقتصادية، أو دعم إذا بدك القطاعات الخاصة والهيئات الاقتصادية اللي هي الركن الأساسي بالاقتصاد اللبناني، كون معنا مواد أولية أو موارد تانية أخرى مثل ما في بباقي الدول الخليج نقدر نتكل عليها. بتلاقي أنه دايما عم تاخد الاقتصاد خدمة لأهداف هودي السياسيين والسياسات، هذا عم يعملنا مشكلة. الموقف اللي صدر من مدة من أحد الزعماء الممثلين للحكومة ما بيشجع وما بيساعد وما بيخدم، لأنه اليوم أسرع مكان لتوظف فيه فرص عمل خريجين لبنانيين هي دول الخليج، وهذا أكثر مصلحة له فيه لبنان، كونه شو بيستفيد من اللبناني المقيم في دول الخليج ماديا والتحويلات اللي بيحولها ودعم العائلات الموجودة في لبنان وسياحيا، كونه هو اليوم بغياب أي سياحة. طيب ما بدنا سياحات خليجية، ما بدنا سياحة دولية، ما بدنا سياحة من أي مكان، كمان بدنا نخلي هاللبناني اللي قادر يعمل سياحة في لبنان نحرم حالنا ومواردنا من هذا اللبناني. من هون خلق ضغط ما كان بمكانه، ما كان موفق وما بتستاهل. قداش أثر المواقف السياسية اللبنانية ضد بعض الدول الخليجية؟ إلى أي مدى؟ ما بعرف إذا كان بالأرقام أو مش بالأرقام، بالمعنى أو بالمادة، إلى أي مدى أثر على اللبنانيين وعلى الاستثمارات اللبنانية هناك؟ لا طبعا عمل تأثير معنوي كبير، ودول الخليج كانت متجهة إلى أنه اتخاذ مواقف صارمة بحق اللبنانيين المقيمين بأراضيها، وإلها الحق. اليوم لما بتحس هذه الدول أنه أمنها بيتعرض أو مصالحها الاقتصادية أو هي عم تتعرض بالشخصي، ما بتقلك أنا يعني ما لي مصلحة أني إلا ما أخذ إجراءات تحميني سياساتي الخارجية وسياساتي الداخلية. ونحن يعني شو هي الإجراءات؟ غير طرد وقف التأشيرات بلشنا نلمسها، يعني هذه هون مش تهويل، ونحن بدنا نحاول بكل الدول الخليجية. نعم. كل مجلس التعاون الخليجي، نعم، هناك بدأت دول خليجية توقف إعطاء تأشيرات زيارة، وبدأوا يدرسوا جديا وقف إعطاء تأشيرات عمل، إقامات عمل، للانتقال لاحقا الى يعني اخذ اجراءات بحق لبنانيين اذا بدنا نقول اقله عندهم انتماء علني لتيارات سياسيه ما. ونحن ما بنتمنى هالشيء، لانه كلنا كرجال اعمال مستثمرين بدول الخليج عندنا موظفين من كل الانتماءات والطوائف والمذاهب، يعني عندنا من التيار الفلاني على التيار الاخر على التيار الاخر، ما بنميز لما بدنا نوظف الا على الكفاءات، وبعدين حر كل واحد بقناعاته السياسيه. من هون كان عندنا عتب
على الحكومة نحن كلبنانيين واقتصاديين أنه الحكومة كان لازم تأخذ مواقف جريئة أكثر، متقدمة أكثر، بس وجدنا أنه غرفة التجارة والصناعة ممثلة برئيس الأستاذ محمد شقير منوجه له شكر، قام بمبادرة خاصة من قبل الغرفة وعمل جست تجاه أحد الدول الخليجية الكبرى لإعطاء صورة مختلفة عن اللي لمسناها، لأنه كان في بعض محاولات رخيصة ودنيئة جدا لتشويه صور قادة خليجيين نحن منحبهم ونحن منحترمهم ونحن ما في أي عداء خاص نحن وياهم. الحمد لله الأجهزة الأمنية تمكنت من كبتها بمحلها وما خلتها تنتشر هذه الظاهرة، وأنا يعني أخذنا تأكيدات أنه حيتخذ إجراءات قضائية وقانونية صارمة بحق اللي عملوا هذا الشيء. بس صرنا نحن كرجال أعمال مقيمين بالخليج عم نشوف أنه الحمد لله في غرفة تجارة وصناعة وزراعة في بيروت وجبل لبنان عم تطالبنا بحقوقنا وعم تحافظنا حقوقنا بوقت غياب تام لحكومة نائية عن نفسها حتى عن حماية مصالح أبنائها بالخليج. طيب لا شك أنه الدول الخليجية مجلس التعاون الخليجي تربط علاقتها مع المستثمرين اللبنانيين الذين يعني عم يعطوا منفعة لهذه الدول بعلاقتها بالحكومة اللبنانية. هيدا شو؟ ليش الربط؟ هاي بالسياسة كل شيء معقول، لكن لماذا الربط بين علاقة الدول الخليجية مع الرعاية اللبنانيين والمستثمرين اللبنانيين على أراضيها بعلاقتها مع الحكومة اللبنانية؟ سؤال جدا بمحله أستاذ فادي، وأنا بقدر أكد لك مثل ما حيأكد لك كل اللبنانيين المقيمين هوني، نحن مقيمين بدرجة مميزة عن باقي الجنسيات في دول الخليج، وأي لبناني من أي طائفة انتمى بيشعر وبيتلمس هالشي. نحن لا نعامل في دول الخليج بأي دولة من دول الخليج كأي مقيم أجنبي آخر، لدينا كل الاحترام وكل التعامل البيروقي وبأخلاقية. وأنا دائما بقول أستاذ فادي القول المشهور أنه ما ننسى اليوم الزل بالوطن غربي، بس الكرامي بالغربي وطن. نحن كنا عايشين كراماتنا وعم نستثمر، وأنا معلي يعني لبناني بدي أقول لك مسيحي لأنه كنا الحكي طائفي، وعندي شركات أنا مساهم فيها 100% بالسعودية وأعامل مثلي مثل أي شركة سعودية أخرى بنفس الحقوق والواجبات. لا نتميز عن الآخرين، بل في معاملة تفضيلية لألنا. شو لنا مصلحة نحن نجي نأثر؟ هلأ اللبناني يتميز بخدماته صح، بس هناك جنسيات أخرى كمان ممكن تعطي مثل اللبناني إذا ما كان أحسن. يعني إذا اليوم تم الاستغناء عن خدمات اللبنانيين، دول الخليج مش حتبطل مسيرة نموها أو تقدمها، بالعكس ورأينا في عامل منافسي يعني بيلعب دوره طبعاً. وبعامل منافسي اللي طبق بدبي، بوقت دبي كانت الجالية اللبنانية هي الرائدة إلى أواخر التسعينات. أنا بقدر أكد لك من 2000 وطلوع اللبناني تراجع أمام المنافس الأسيوية والهندية والإنجليزية وكل الناس بتعرف هذا الشيء بكل قطاعات الإنشاءات، الصناعة، الخدمات، الإعلانات، الفندقة، الأوتيلات، اللي كنا نحن رواد بهذه الصناعات في الخليج. لا، في عامل منافس بقى. اللبناني ليس الوحيد المتميز عالميا، نحن دائما بدنا نكون قاعدين ومفكرين حالنا انه اذا العالم استغنت عنا يعني ماتوا الجوع بدنا نتقوقع، مش مزبوط. طيب هيدا يعني العلاقة المشوبة بشيء ما بين الحكومة اللبنانية ودول مجلس التعاون الخليجي بالتحديد إلى علاقة سياسيا بما يجري في هذه المنطقة وهذا الصراع الدائر في هذه المنطقة، أم علاقة ثنائية بس لبنان دول مجلس التعاون الخليجي، أو إلى يعني خلفيات إقليمية؟ نحن خلينا نتوافق على شيء لمسني بإيداء هذه الحكومة. هذه الحكومة تفتقر إلى الحد الأدنى من التوافق السياسي أقله بين رموزها وأركانها ومكوناتها، إذا ما بدنا نروح بين المعارضة والموالات، إذا بدنا نروح تغري على الجسم الحكومي. وهذه الحكومة تفتقر إلى رؤية اقتصادية اجتماعية سياسية ما مرفوقة بخطة عمل وخارطة الطريق، وهذا لمسني على إذا كانت أوقات ارتفعت أصواتنا للمطالبة برحيل هذه الحكومة، مش محبة بالمعارضة أو كرها بالموالات أو تفضيلا لفريق عن الآخر،
بل أكثر منه هو قناعة أنه هذه الحكومة تفتقر إلى الحد الأدنى للتوافق السياسي بين رموزها. وحنلمس بخلال حديثنا وين المحطات اللي فعلا بتلاقي أنه ما في تنسيق أبدا بين أعضائها. بقى هيدي التقصير، قصة التقصير. يعني طبعا هناك جهات في الحكومة إلى أجندات أخرى مرتبطة بأهداف أخرى، بس هذه ما لازم تأثر على مجلس الوزراء مجتمعا اللي هو عادة بياخد القرارات وفي رئيس حكومي. ولو كان فريق من الوزراء عنده أجندة أخرى تختلف، بس في إداء حكومي متكامل هو اللي لازم يتحمل المسؤولية. عظيم. من هون خليني أروح إلى السياسة المالية الاقتصادية لهذه الحكومة، انطلاقا مما يجري من البحث عن تمويل سلسلة الرتب والرواتب. هناك مشكل أيضا حول ما هي مصادر هذا التمويل. أنت رجل أعمال عندك نظرة اقتصادية معينة في هذا المجال، كيف تقرأ أداء الحكومة؟ كيف تقرأ اقتراحات التمويل التي يعني تقترحها الحكومة؟ ليش في اقتراحات موحدة من الحكومة؟ هذه أحد يعني أهم محطات شوية عدم التنسيق، أظهرت الانقسام. نحن الهيئات الاقتصادية ما حدا يفهمها غلط، نحن اليوم عم ننقل صورة، نحن كهيئات اقتصادية أو رجال أعمال أو مسؤولين بقطاع خاص مع أنه الموظف يتقدم وياخد حق بالزودة، وما حدا ضد أنه يلاقي هالموظف عم يتعب وعم يشقى أنه ياخد حقه وياخد الزيادة، متفقين على هذا الموضوع. بس نحن كل اللي عم نقوله وكل اللي منطالبه، هالحكومة وزير يطلع يقول، وهذه صرحها رئيس غرفة التجارة والصناعة بعدة مقابلات، يطلع حدا وزير يعطينا رقم موحد لكلفة تمويل السلسلة. مزبوط. وزير بيقول لك 200 مليون، وزير بياخدك على مليارين، وزير بياخدك، يعني هني مش متوافقين مع بعض. حتى لما اقترح ايرادات الطابق المئاتي كمان تم اثبات انه الطابق المئاتي ما بيعطي المردود اللي كان موعودين فيه. ومنه ثابت هذا المردود، ثابت هذا المردود يعتمد على النمو الاقتصادي وعلى الازدهار وعلى استقرار الامن اللي مش موجود حاليا. شو اللي صار؟ خلى رئيس الحكومة يكون بموقع هو ولايات النقابية انه ما قادر يقولون الحقيقة، وصار وصل الامر الى التأزم اللي نحن موجودين فيه نتيجة عدم تأمين حد ادنى من التنسيق او التوافق بين اركان الحكومة. طيب ما في الا موارد لهذه السلسلة؟ طبعا الا، ما في شيء ما له. طيب ليش يعني مخبين هذه الموارد؟ نحن اليوم اذا رحنا طرحنا قطاعين، لا أعطيك فكرة استاذ فادي، من 2010 كان حجم الاستيرادات بلبنان عبر المرفأ 17 مليار، وصلنا على 2012 20 مليار، في زودة 3 مليار بلا ما يرفقها زيادة بإيرادات الخزينة من الجمارك، رفقها تدني 555 مليار بالإيرادات. طيب أنا زدت إيرادات الخزينة من الضرائب، يعني هون هذا الموضوع برسم الرأي العام، برسم الإعلام، برسم القضاء، أنه نحن عم نسمع أرقام أنه هون صار في زودة بالإيرادات بالاستيراد، بحجم الاستيراد 3 مليار بخلال سنتين، رفقته بلا ما يرافقوا زودة للإيرادات بالإيرادات الخزينة صار في تراجع وتدني، وهي أرقام في واحد يتطلع فيها ويجيب أجهزة قضائية وإعلامية ويفوت بهذا الملف ويفتح ويشوف مين المقصر، لأنه هي مثلا كان فيها تمويل. إدارة قطاع الكهرباء قدي عم يدير بيحط خسائر على الخزينة، وكل الجهود وكل اللي نعمل لهلأ بالكهرباء وما حدا عم يقدر يلاقي له حل. ليه؟ الهدر اللي عم يصير بالكهرباء ما بيقدر يمول. يعني هون في 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 معهم حق الهيئات النقابية انه بهالمطالبات، وهونيك تقصير كبير بالحكومة. بس نحن كرجال اعمال او هيئات اقتصادية نحن منتفهمهم، هن الهيئات الاقتصادية ما فيهم الا ما يجي يقولوا للحكومة يا خي نحن رح نعطيكم هالزودة بس قولونا كيف بدها تتفهم. في رأي لدى الرأي العام بيقول انه الهيئات الاقتصادية اصحاب رؤوس المال الكبرى هي التي تضغط على الحكومة، عم تشكل هذا اللوبي الضاغط على الحكومة كي لا تقدم سلسلة الرتب والرواتب، هذا احد العوامل. هي لصحح لك استاذ فادي، هي عم تضغط على الحكومة لتقلها لاقي مصدر تمويل، مش ما تعطيها. إذا عطت الحكومة بلا ما تلاقي مصدر تمويل، هناك ضغط من المؤسسات المالية الدولية على مصارف لبنان، وهذا منه سر عم ينعلن بتخفيض تصنيف الخدمات المصرفية أو الخدمة المصرفية للبنان، وهذا ما حدا له مصلحة فيه. وإذا زادت اليوم الضغط والأعباء على العجز
وعلى الليرة في خطر على العام. أنا اليوم إذا بدي حل المشكلة صغيري ما بعرض البلد كله اقتصاده وماليته واستقراره النقدي يعني ما بقى في شيء مستقر بالبلد إلا النقد بيجي بدق فيه لحتى أعمل حل موضوعي أو شعبوي أو مؤقت لأرضي فئة من الناس. بعدين هيئة التنسيق النقابية بلا تعرف إذا انعطت الزودة بلا تأمين موارد لها وقالوا يعني وصلت لهم بالآخر اللي حيعطوه بإيد حيترافع مع ارتفاع بالضرائب بإيد تاني غلاء معيشة تضخم بقى كل اللي عطوه بإيد حيروح بالإيد التاني إذا ما ترافق مع خطوات علمية أكثر تكبير حجم الاقتصاد خفض النفقات ترشيد الإنفاق. طب أستاذ إلي أنت بتعتبر أنه هذه مسؤولية حكومات متراكمة أم مسؤولية هذه الحكومة بالذات؟ معروف أنه سلسلة الرتب والرواتب عم تعمل مشكلة من عشرات السنين مش من هلأ، إنما هو الغلط يلي ربما اكترفته الحكومة إنه اعترفت وأقرت السلسلة من دون البحث على التمويل. مش أول مرة منلاقي أستاذ فادي إنه هناك حكومة من لون واحد حاكمة. الحكومات السابقة ما كان فيها طلت معطل، كانت قادرة الحكومات السابقة لمين ما كان انتمت سياسيا قادرة تحكم لحالها بلا طلت معطل لنحكمة. كان هناك اليوم في رأيين ضمن الحكومة، امبارح السيد حسن نصر الله عبر إنه ما تعلقوها ضمن الحكومة، أقروا وبعتوها لمجلس النواب، خلي مجلس النواب يقر يصادق على هذه السلسلة، علما أنه رئيس الحكومة بعده مصر أنه يبحث أنه عيلة في مكان ما مصدر تمويل ما فيه، كل المقاربات للتمويل عم تصطدم بحائط مسدود. اليوم أستاذ فادي من هو الذي يحكم؟ هل هناك مكونين سياسيين في البلد 48 عم يحكموا وحدا معه طلت معطل لو أكتر ليه، ولا في فريق واحد لون فريق واحد اللي هو 8 أدار؟ انا كيف بدي احمل مسؤوليه ل 14 مثلا؟ مش معناتها انا عم اقول هون معه حق هون ما معه، بس لما كان فريق 14 اذار هو حاكم وكنا دائما نحن نقوم ضده بهالقصه، كان عاطي تلت معطل لفريق 8 اذار وما كان يقدر يحكم لحاله. فكان في شراكه بالحكم وشراكه بالمسؤوليه وشراكه بالمحاسبه. طيب اذا ما نحكي عن مصدر التمويل، نحن كنا عم نحكي عن المرفأ، الكهرباء، وقف الهدر، ما حدا عم يحكي عن الأملاك البحرية. ليش ما حدا بيحكي عن الأملاك؟ هل هناك يعني تابو ممنوع حدا يحكي عن الأملاك البحرية لأنها أملاك الطبقة ما بعرف شو بدي اسميها، الحاكمة في البلد؟ لا أو أبداً. الطبقة الرأسمالية بالبلد؟ نحن مع أي مكان هناك فيه هدر لخزينة الدولة نحن مع فتحه، لأنه نحن مشكلتنا بالبلد سيس فادي هناك من يطلق شعارات إصلاح وتغيير وهذا، بس بتلاقي أنه مشكلتنا مش بعدم وجود قوانين، مشكلتنا هي باستنسابية وانتقائية بتطبيق هذه القوانين أحيانا وعدم تطبيقها أحيان أخرى، لحتى أصبح هناك فساد صديق وفساد عدو، وحتى وصلنا للعمالة في عميل صديق وعميل عدو. انا لما بدي اعمل فساد صديق فساد عدو، يعني انا بيجي بعمل كتاب مثلا عن فساد بمكان ما يخص فريق سياسي منه معي بالسياسي، كتاب العماد ميشيل عون يعني، اوكي، وبيجي بتوقف عند كل مكان من انا معك. نحن اذا بدنا نفتح باب المحاسبه ومعاقبه ومعاقبه الجميع منفوت على كل من ساهم بالفساد وبالهدر باموال الدوله. ما بيجي بعمل انا على فريق سياسي موالي بحمي من 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 نقدي بالفساد وبغطي له فساده وبغطي له هدره، وبروح انا بس بلق الضوء على فساد في مكان اخر. الى اي مدى بهيدا الاطار بتعتبر انه المعارضه مقصره كثير بالاضاءه على مواطن الفساد يلي حضرتك عم تقول عنه؟ للاسف استاذ فادي انا اللي صرت عم لاحظه انه ما حدا مقصر بحق حدا بالاعلام، بس الراي العام ضاع قد ما يعني رحنا أفقدنا مصداقية للقوى الأمنية وأفقدنا المصداقية لقراراتنا القضائية وأحكامنا ومؤسساتنا. بطل هالرأي العام احتار مين بده يصدق، لأنه اليوم اللي عم نعمله بمؤسسات الدولة من تعرض للقيام بعملها بشكل منزه وبعيد عن السياسة خلى المواطن والرأي العام احتار مين بده يصدق. اليوم المعارضة عم تطلع التلفزيون وتفرجيك أرقام، بيطلع الموالد بيعمل لك أرقام متبادلة، ما بيتحرك جهاز قضائي واحد
ياخذ حكم قضائي واحد ويثبته بالوقائع والأدلة ليجي الرأي العام يقول خلص اليوم في قضاء منزه قال كلمته. بس حتى صاروا بالقضاء عم بيخونوك ويقول لك ايه هذا القضاء لانه تابع لثماني أدار عمل هذا القرار وهذا تابع لـ14 عمل هذا القرار. يعني الفريقين او هناك استباحة لكل شيء اسمه مصداقية. ليه وصلنا برأيك لهون استباحة لكل شيء حتى للقضاء؟ استقوى السلاح على الدولة، منطق السلاح على منطق الدولة. ويعني دايما نحن نعرف بكل بلدان العالم استاذ فادي تبدأ مشكلة كبيرة وتصغر، إلا بلبنان بتبدأ المشكلة صغيرة وبتصير تكبر 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 وما بعود حدا في يعالجها، بصير لها تعالجها بتكلفك أكثر بكثير من لو عالجتها عندما بدأت. هالإمعان هيدا بأنه ما نطبق فعلا سيادة الدولة وأجهزتها على كامل الأراضي اللبنانية وشايل السلاح من فريق وما تخليه بفريق آخر وما تعمل استنسابية وانتقائية بتطبيق القوانين خلى أنه يكون في هالإمعان. يعني لكن مش بس الفئة التي تحمل السلاح يلي حضرتك عم تغمز من قناتها هي التي تستقوي على الدولة، يعني صار يعني الاستقواء على الدولة صار إذا بدك مثل المرض يلي بيعدي. أنا خليني صحيح هون، أنا ما قصدي بفئة، قصدي بالفئات، لأنه اليوم ما عاد في فئة للأسف. هذه الفئة التي بدأت بحمل السلاح ضد الدولة ولم تجد من يردعها بل وجدت من يغطيها ويدعمها ويقول الله معك ونحن حامينك وانت سلاحك جاي من الله ومدري مش من وين، سمحت الى فئات اخرى بدأت تظهر بحمل السلاح وصرنا نحن المعتدلين او اللي بنحب الدولة او بدنا الدولة تمشي واقفين بالنص وناطرين شيل وانا شيل، يعني علقانين فريقين ببعض. الفئات الحاملة سلاح بلشت عم تتواجه ونحن بالنص بوجود دولة امعنا كلنا بتفتيتها وإفقادها هيبتها. يعني هناك محاولة لخلق هذا التوازن في حمل السلاح، هذا التوازن في الرعب وفي القوة. صح، هذا توازن سلبي على حساب بسط هيبة الدولة. صح، هذا توازن رعب سلبي مش إيجابي. أوقات تعمل أنت توازن إيجابي لما تكون حامل سلاح ضد دولة عدوة، ضد دولة برات أرضك، مش تعمل سلاح بين الجار والجار وبصير خالق هذه الحالة من الاصطفاف المذهبي والتأزم والخطاب الطائفي المستعر والناس قاعدة على أعصاب بعضها. يعني هون أي خطاب بدك تحاول الناس لما على التلفزيونات، يعني المقيم في لبنان حيهشل، ما بقى بدنا نحكي كيف بدنا نجيب سياحة من برا. يعني بتعتبر أستاذ إلي أنه هناك رفع من مستوى الخطاب الطائفي، بطل فيه إلا خطاب طائفي يعني نطلع فيه على الرأي العام؟ مذهبي كمان، مذهبي مذهبي مذهبي. شو خلفية فيه؟ يعني كمان منطق السلاح؟ ايه طبعا. لما خلص ما له خلفية اقليمية كمان؟ لما اخذنا قرار كان عندنا فرصة للأسف. متى اخذنا القرار؟ بوقت لبنان، امريكا تعتبر بلد الفرص بالعالم، لبنان بيعتبر بلد الفرص الضائعة، كان عندنا فرصة ذهبية باستشهاد الله يرحمه الرئيس الشهيد رفيق الحريري. اخرجنا الجيش السوري من لبنان، حررنا اراضينا من العدو الاسرائيلي بال2000 ورحنا على فرصة ذهبية انه ما بقى عندنا حجة، خلونا نروح نبني دولة يا جماعة وبدنا نقوي الدولة وبدنا اذا بدك نطهرها من رواسب الوصاية السورية والاحتلال الاسرائيلي، لانه اثنيناتهم امعنوا ببناء سلطة مزيفة من فوق، مركبة من فوق مش مركبة عبر الانتخابات، واكيد بعدين نأتي الى ذكر الانتخابات. كان عندنا فرصة ذهبية بهالتظاهرة اللي سميت بـ14 أدار اللي كانت مكوناتها من كل الطوائف من كل الاحزاب، انه نقول كفى لأي سلاح خارج سلطة الدولة وخلينا نروح فعلا على دولة وهيبة دولة وسلطة، وبعدين نحن كأحزاب نتنافس بشكل ديمقراطي على برامج تنموية، برامج اجتماعية اقتصادية، مش نتنافس على مين بيحمل سلاح أكثر ومناطق أمنية. يعني حررنا الدولة واختلفنا أي دولة نريد. الخلاف اليوم أي لبنان نريد مثلا أو شو؟ شو يعني شو خلفية الخلاف اليوم؟ ذكرتني بغض النظر إذا كان هناك صراع مذهبي، إذا بدنا نحكي كمسيحي، أول ما دخلنا بالحرب الأهلية بال75 كانوا يقولون إذا أنت فينيقي ولا عربي. بلشت الحرب قتلنا بعضنا 15-20 سنة لنشوف إذا نحن فينيقي ولا عرب. بالآخر قلنا لهم يا خيي بأمركم باتفاق الطائف نحن عرب، اتفقنا.
اليوم عم يهدك ليقلك إذا أنت فارسي ولا عربي. هي بحاجة كمان لحرب أهلية لنروح نشوف إذا لبنان فارسي ولا عربي؟ معقولة لهون يعني هذه الممارسة اللي نحن عم نشوفها اليوم. نحن أنا الصراع اليوم الحل، لكن الصراع اليوم المترجم في لبنان هو صراع فارسي عربي. طبعا إذا لبنان بده يكون هو ضمن المحور الإيراني السوري بصراعه مع دول العالم وصراعه مع الكونية وحروب الكونية، ولا لبنان بده يدل ضمن فلك الجامعة العربية وعضو مؤسس وعضو فاعل ضمن المنظومة العربية. هيدي العنوان العريض. خليني أروح لبريك، رح أفتح الملف الأمني ومن بعدها ملف الانتخابات، لكن بعد البريك لو سمح. مشاهدين الكرام، بريك قصير ونعود إلى بيروت اليوم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه الحلقة من بيروت اليوم. ضيفي الرئيس التنفيذي لمجموعة الميس العربية الأستاذ إيلي رزق. أستاذ إيلي، انطلاقا من هالمقاربات يلي كنا عم نعالجها ما قبل البريك، يعني خلينا نفتح هذه النافذة على الملف الأمني. يعني اليوم وكأن إذا بدنا نستند إلى ما قاله قائد الدرك، هناك من نسق ووحد تحرك الإسلاميين في مختلف المناطق ظهرا، يعني ثمة من يرمي القنابل في بعض الأحياء ويهرب، ما يحصل في عبرة، ما حصل في مسجد الأمين، ما يحصل في 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 سجن رومي، يعني وكأن الحبل كثير يعني ينتظر الانفجار. شو بتقول؟ ما في شك، ما في شك قديش الوضع يعني كما تقرأه خطير. هل نحن على أبواب فتنة مثلا أو شو؟ هو أكثر ما يشكل خطورة بالوضع أنه ما في توافق سياسي. اليوم عندما يكون هناك توافق سياسي ما في خطورة على وضع أمني، بس بهذه الخلافات السياسية ضمن الصف الواحد أوقات لمقاربة الموضوع الأقليمي اللي هو اللي عم بيرخي بظلاله على الحالة اللبنانية. اليوم نحن إذا عم نمرق بهذه الأزمات أو بهذا الفلتان الأمني أو بهذه الضغوطات الأمنية، هي لأنه في جارة تتعرض أو داخلة بنفق أمني طويل عريض، ونحن ما عم نعرف نلاقي توافق سياسي بين بعضنا يحصن ساحتنا الداخلية أمام انعكاسات وارتدادات. يعني نحن ما نعيشه هو انعكاس الوضع الإقليمي، الوضع السوري بالتحديد، خاصة في ظل تقاعس حكومي أو توافق سياسي في موضوع الأمن. نعم. لأنه أنت كان فيك تعيش باللي عم يمرق بسوريا وما تتأثر فيه إذا كان في توافق سياسي وغطاء أمني. نحن رحنا على طاولة حوار أستاذ يعني فادي. قبل ما أروح إلى طاولة الحوار، يعني في فريقين متهمة، اثنيناتهم يتهموا بعضهما. 14 أدار بل تيار المستقبل بيقول أنه حزب الله يقاتل في في سوريا، وحزب الله يقول أنه المستقبل يمول ويقاتل. وأكبر دليل على ذلك كما يستند حزب الله شباب تلكلخ. طيب يعني وكأن اللبنانيين هن عم يستجلبوا هذا المشكل على لبنان. بسيطة أستاذ فادي، هل حزب الله اليوم قادر على إنقاذ النظام بسوريا؟ لا. هل تيار المستقبل قادر على إسقاط النظام بسوريا؟ لا. بس حزب الله وتيار المستقبل قادرين إنقاذ لبنان أو إسقاطه. مسؤولية مشتركة طبعا، بتوافقهم وباتفاقياتهم. اليوم في مصلحة عليا، في مصلحة وطن، ما بقى في مصالح ضيقة آنية أقليمية إلى علاقة. واليوم ما فيك تيجي انت كرمال اهداف اقليمية تعرض ساحتك الداخلية الى اذا سقط الهيكل سوف يسقط على رؤوس الجميع. لا حتى يزمط منه لا حزب الله ولا المستقبل ولا المسيحية ولا السني ولا الشيعة. هل مسموح هذا التوافق السني الشيعي؟ هل مسموح التوافق بين تيار المستقبل، بين التيارات الاسلامية السنية والتيارات الشيعية وحزب الله حركة امل؟ طبعا مسموح. برأيك في خط أحمر للابتعاد؟ يعني ممنوع التقارب؟ عم نحلل. إذا ما بدك تفوت بهذه لا، دائما نحن منراهن على وطنية زعمائنا، لأنه منحسوا نواط بيوصلوا لمرحلة ما وبيقولوا لا هون خط أحمر. وأنا برأيي ملف سماحة المملوك ما كان ليحصل لو كان في هناك ناس ما قالوا لا على خط أحمر ما بدهم يتجاوزوه.
بتحالفاتهم الإقليمية. إذا بدنا نغمق شوي بدنا نضل نراهن على وطنية الزعماء الموجودين وعلى إدراكهم أنه اليوم في عندهم هامش ما يقدروا يلعبوا فيه، وإذا تخطوا هذا الهامش حيفلت النار. الفريق الآخر يعني اللي بتماني أدار رفع إيده عن ميشيل سماحة ووضعه في يد القضاء اللبناني، وهذا دليل أنه في خط أحمر ما بده يتجاوزه حزب الله، لأنه لو كان بده يلعب هالدور ما كان نوجد سماحة. في ناس بتقول ليش ميشيل سماحة، لأنه في غيره قال لا هو قال إيه. طيب ما رح أطول كتير بموضوع الأمني لأن عندي موضوع الانتخابي. بس خلينا لك طولة الحوار، ما هي صار في توافق على سحب السلاح الشرعي خارج المخيمات، ليه ما مروا على تطبيقه هذا القرار؟ هذا سهل، هذا ما قالوا عليه اليوم. إيه طبعا سلاح الفلسطيني وليس الشرعي. طبعا. طيب خليني أروح إلى موضوع الانتخابات. بدك تفوت فيه قبل سوريا؟ لأنه خليني فوت فيه قبل سوريا، معلش، لأن تقربح هيدا الوقت. شو عم بيصير على صعيد الانتخابات؟ يعني أرثوذكسي بعده موجود، مثل ما إذا بدي استند إلى مقالة السيد حسن نصر الله، باقي الأرثوذكسي، لكن إذا ما توافقنا على هيدا فلنذهب إلى لبنان دائرة انتخابية واحدة، يلي يعني ألا أعدل القانون العادل، الصيغة العادلة، يعني بتأمن كل شيء. شو عم نشوف اليوم نحن على صعيد الانتخابات؟ أنا عم شوف السيس فادي هناك جهات ما بدها تعمل انتخابات، وكفانا ضحك على الناس، وكل يوم نطلع لهم بقانون، وكل يوم نخلق لهم مسرحيات، لأنه اليوم هناك أمور ملحة. أنا برأيي أحسن نصارح الناس أنه نحن كطبقات سياسية موجودة فشلنا أنه نوصل لتوافق ما لنقدر إنتاج انتخابات تؤمن الحصص لألنا. هني عشو مختلفين؟ ما مختلفين على برامج بيئية ولا اجتماعية ولا اقتصادية تحسن من المستوى المعيشي، مختلفين على الكراسي مين بيطلع له حصة أكثر شيء. هذا الواقع. بقى اليوم هناك جهات ما إلا مصلحة تعمل انتخابات، وفي توافق على هذا الشيء. وأنا بعتقد نشوف من هي الفئة التي لا، يعني الحكي اليوم بلش، هل هي يتم تأجيلها تقنيا ولا تمديدا؟ يعني حتى ما نطول الناس ونضيع لهم وقتهم. أنا بتذكر حادثة طريفة، اتصلنا بأحد الأصدقاء اللي عنده شركة إحصاءات، قلت له أنا بدي منك بطل بقى تعمل لي إحصاءات، بدي منك بتصير تعمل لي كورسز كيف أصوت أو أقترع على هالقوانين وكيف أترشح إذا طلع عبالي أترشح، لأنه ضعنا يعني كل يوم قانون وكل يوم كذا والانتخابات بعد شهر، وأنت مطلوب منك يا مقترع أو يا مرشح أنك أنت تطلع تصير سيبواه باللغة العربية وبالقانونية وبالفقه وتفهم كيف بدك تصوت. هذا كله يعني هرطقة، لأنه اليوم أي بلد بيحترم حاله مفروض أول ما تخلص الانتخابات يتم اتفاق على قانون ويعتمد على طول، بيصير الواحد يعرف كيف بده يقترع وكيف بده يترشح وكيف بده هذا. إذا أنت فعلا جات كطبقة سياسية بإحداث التغيير، لأنه لبنان الوحيد استاذ فادي ما بده ربيع عربي، مش بحاجة لثورات، عنا انتخابات كل 4 سنين فينا نغير عبرها. بس شو كيف بدك أنت تعمل انتخابات كل 4 سنين من غير قانون؟ لكن اليوم من هي الفئة السياسية التي تريد تأجيل الانتخابات؟ هناك اتهامين لكل كل فريق يتهم الفريق الآخر. بارح سيد نصر الله قال ما زال كل المشاريع الاقتراحات يلي عم تدرس بيقولوا 14 باط انه بتعطي الأكترية لـ8، ليش نحن ما نكون ما نأجل الانتخابات؟ هاي مقاربة. انت شو بتقول؟ من يريد تأجيل الانتخابات؟ انا بقول انه اوقات عنا فعلا نحن قيادات سياسية عن جد يعني شيء بيمجد شيء بينشاف الحال فيهم، لما بيختلفوا علينا، لما بيتفقوا علينا. هون تلاقيت مصالحهم كلهم بتأجيلها وما حدا له مصلحة يعملها، لأنه هلأ كل القوانين اللي اقترحت، يعني أي قانون فيك تاخده بشكل جدي وتعمل انتخابات بجون. إذا يعني كنا مش قادرين نروح نعمل قانون القضاء اللي شوي في تجربة، إذا بدنا نحكي جد هلأ، إذا بدنا نضيع وقت ونحكي بقوانين عم تطرح من هنا وما هناك، منكون عم نقيم قوانين. القانون الموجود أكتر شيء على الطاولة عندما تراجع أو سحب الرئيس نبيه بري مشروعه، مشروع المختلط في الأرثوذكسي، وفي مشاريع أخرى مبنية على المختلط، كل فريق بيقدم مقاربة جديدة. الأرثوذكسي الذي يؤمن التمثيل المسيحي 100%، أهم ابن جزين، هذا الجيب المسيحي في هذا في الجنوب، كيف بتشوف الأرثوذكسي؟
أهم ما في الأرثوذكسي استاذ فادي أنه هناك فريق اعتبر حاله بعد اتفاق الطائف، لأنه دائما لازم تروح على المشكلة وتعالج أسباب المشكلة لتفهم شو عم بيصير بالواقع. ما للأسف ما بنعمل هيك في لبنان، بنصير نقوص على بعضنا بالنتائج مش من نعالج الأسباب. من 92 هناك فريق همش من بعض الطائف، هجرت قياداته، اعتقلت سياسيا وتم استبعاده من الحياة السياسية، وانعملت انتخابات بمن حضر ب 92 في نواب مسيحية اجوا ب 30-40 صوت، مش هيك؟ عقدة التمثيل المسيحي بوقت تم مراعاة مثلا تمثيل الدرزي، صار ينعمل قانون محافظة وقضاء، وحضرتك ابن الشوف بقضائين من كسروان بس كنا نتابع الشوف متى تطلع بس للهويه للمحافظه على الهويه الهويه الكسروانيه بدي اقول حضرتك مطلع على ما يجري بالشوف اليوم. هني بيعملوا له استثنائيا ولمره واحده انه قضاء بالشوف وعلي للمحافظه على شعبيه وحيثيه وليد جملاط، مش هيك؟ معناتها في فريق مسيحي انه يا اخي انا عندي عقده التمثيل المسيحي، انا اليوم كل ما عم بعمل انتخابات هناك فريق معاكس لي بتياري المسيحي بيتهمني ان انا طالع باصوات السنه، وفريق الثاني بيقول له انت طالع باصوات الشيعة، مش هيك؟ نحن خياطونا صح التمثيل المسيحي، والقانون سموه مثل ما بدكم، يعني شو ما تسمى القانون، لاعاده الاعتبار للقيادات المسيحيه السياسيه التي فعلا تمثل الشارع المسيحي، لانه كلنا بنعرف اليوم دروز ممثلين بقيادات سياسيه موجوده على الارض، والسنه كذلك الامر، والشيعة الاخوه الشيعة كذلك الامر، ما في الا المسيحيين رغم وجود عوده قياداتهم السياسيه من المنفى ومن المعتقل السياسي، نجد انه بعده في مين عم بيجيب لهم نوابهم وعم بيقرر عنهم. بقى هي هذه هون المشكله، ما اسمها لقاء ارثوذكسي او اسمها اي لقاء ثاني. اذا بنروح نحن بنقعد على طاوله ونتفق على قانون يعيد الى تلك الطائفه التمثيل الصحيح، ما حدا عنده مشكله، ما حدا، يعني انا ما بعتقد حدا لاقط الارثوذكسي، علما انه البدائل موجوده، يعني في عده طروحات ربما مش طالعه على الاعلام ودرست في الكواليس، لكن لماذا يعني مش عم نقدر نتوصل لنتيجه؟ هل البحث عن قانون يرضي الجميع ام بدنا نعرف اي قانون يعطينا الاكثر؟ في جهات ما بدها انتخابات، لو هناك فعلا اراده حقيقيه عند القيادات السياسية الحالية لإجراء الانتخابات كانت تجرى الانتخابات في مواعيدها، ولح يعملنا انتخابات بس على 60 بال2009 كنا طالعين من 8 أيار 7 أيار ونعمل انتخابات بال2005 بال2006 كنا طالعين من جريمة استشهاد هزت وعدة اغتيالات كانت هزة البلد أمنيا وعملنا انتخابات، كان هناك توافق على إجراء الانتخابات، صح؟ اليوم انا برايي ما القصه مش قصه قانون، القانون هي اذا بدك ملهات مسرحيه عم يعطونا اياها لنحن ننجر فيها انه تحت اي قانون، ووصلنا عند جون صار بدنا نعمل تاجيل تقني ولا تاجيل اليوم بعشرة اذار، يعني الموعد النهائي لدعوه الهيئات الناخبه، ولا شك انه رئيس الجمهوريه سيوقع على هذه الدعوه، يعني اول شيء سقطت اقرار هيئة مراقبة الانتخابات، ونحن اليوم هلأ على شفير التوقيع أو لا، تعارض أو لا، يعني بلشنا نوصل على شفير الهاوية كما جاز إذا جاز التعبير. شو بتقول؟ بدك تنطر المخرج اليوم كيف حيلاقي لك إخراج بكرة، مين يعني المخرج؟ أنه بكرة كيف ما يحرج، لأنه نحن دائما سياسة لا غالب ولا مغلوب، المخرج عم بيقول مش واقف علينا مش يا ريتها بإيده، سلم لي عليه قال له لو بيخرج البلد مثل ما عم يخرج الحلقة من كنا من زمان خلصنا من مشاكل. خلينا نحكي هيك بحيثية هيك بسيطة جدا، كنا عم نحكي عن جزين هذا الجيب في الجنوب، معلش سميته جيب لأنه جيب مسيحي ضمن هذا التكتل الشيعي في هذه المنطقة، أي قانون يعني يمكن أن يعطي جزين حقه في التمثيل؟ جزين اللي بيعطيها حقه بالتمثيل هي القانون اللي بيعطي كل ضيع الأطراف ومناطق الأطراف حقهم عندما يكون لهم وجود وإنماء متوازن، لأنه اليوم شو بدها جزين أو كل الضيع أو كل ضيع مناطق الأطراف بنسميها اللي بعيدة عن بيروت من شو محرومة؟
صار في نزوح بغض النظر مين بيمثل جزئين ومين بغض اي النظر. اي طائفه اعطت هذا النايب اي شيء. اليوم انت بدك ترجع الناس على ضياعها وعلى كوراها. جزئين قضاء في 50-55 ألف نسمه بينتموا الى هذا القضاء، مش ممكن في اكثر من 4-5 آلاف. في ضياع عم بتسكر، ونحن ما عم نقول هذا الموضوع بس عنا بجزئين موجود، نحن بنعرف انه موجود بكل المناطق الكره الاطراف. اليوم هودي الكره بحاجه اولا لا فريق سياسي يجي لإيلون طريقة أولا للمحافظة على المزارعين الموجودين فوق، والشباب اللي عم بيتخرج وعم ينزح نحو بيروت للتحصيل العلمي ثم يهاجر للبحث عن وظيفة، أمن له جامعات عنده بمناطقه وخفف الضغط عن بيروت المركزية، وأمن هذا الشاب عندما يتخرج من جامعاته أنه يلاقي شغل ويضل بأرضه ويضل بمنطقته. وهناك العديد من المشاريع اللي ممكن تنطرح على هذا الصعيد، صدقني بيفيد أهل جزين أكثر ما قاله لأهل جزين شو بدي أعمل لك أنا إن كنت بثمانية ولا إن كنت بـ14 وأخذك على شعارات. طيب عم تحكي عن وكأن عم تحكي عن برنامج ما، قبل ما أقول إذا أسأل هذا السؤال إذا كنت مرشح أو لا ضمن هذا البرنامج، قلي شو مثلا من المفيد أن يجري في جزين؟ شو هو المخطط التوجيهي اللي بدك تسلكه؟ أو يعني العنصر الجديد الذي يريد أن يدخل إلى البرلمان أن يسلكه؟ كان عندنا جامعة بجزين، جامعة كفر فلوس اللي بناها الرئيس الشهيد الله يرحمه رفيق الحريري، كان فيها مستشفى طبي وجامعة طبية. اليوم إذا أعدنا وجود جامعة في منطقة جزين وفي أراضي وفي مشاريع كتير بيسمح لي لإقامة الجامعة، أمنت أنت هالطلاب بل ما ينزحوا نحو بيروت بقيوا بي مناطقهم بقيوا قريب على بيوتهم، وجبت كمان من برا طلاب، خلقت حركة اقتصادية حول لهذه الجامعة. من بعدها فيك تعمل كتير مشاريع، أنك اليوم أنت تطلع شركات تعطيها حوافز ضرائبية، حوافز استثمارية كبلديات، وتيجي تقل استثمري بمشاريع في مناطق جزين، لأنه في أراضي كتير للمشيع ما حدا عم يستعملها، ما فيها كثافة سكانية وما فيها تواصل سكاني اللي بنشوفه بالمتن. مثلا يوم وصلت انطلياس ببكفية ما بقى في أرض موجودة كلها بنايات، مع أنه من 20 سنة ما كان الوضع هيك. اليوم لا، بجزين تطلع إذا بدك من كفر فلوس لأول ضيعة يمكن روم لتلاقي لك بيتين على اليمين والبقي كله أراضي شاسعة. طبعا أنه هيدي في نيونس كتير أسهل، ما بتفقد هذه الأرض هويتها الطائفية والمذهبية؟ لأن في مشكلة عطول الأرض، ما هي اليوم فقد هويتها لما ما بقى فيها بشر، بينما إذا فتحت فرص عمل هويتها المسيحية اللي حتعمل فيها بالعكس عم تتكاثر وعم تتنامى وعم تتزوج وعم تجيب أولاد وعم ترجع على بيوتها. صار اللي عم يجيك من بيروت عم يجي ويرجع على بيته، بس ابن جزين صار عم يقعد فوق ما عم ينزل على بيروت، لأنه اليوم نحن عم نحكي عن قضاء فقد هويته. اليوم عم تحكي 4000 زلمة مقيم فوق، والباقي بيطلع وقت التعازي ولا وقت الإجورة ولا وقت المناسبات، قضاء فاضي يعني كله قاعد ببيروت أو كله هاجر. هيدي مسؤولية النواب والمرشحين إلى الانتخابات أم مسؤولية الدولة كدولة؟ مسؤولية والحكم. مين اليوم الدولة؟ ما من شو مؤلف الدولة؟ شو هي الدولة اليوم؟ من ناس بتشتغل بالنيابة، من ناس بتشتغل بالبلديات، من ناس بتشتغل بالمخطرة، من ناس بتشتغل بالوزارة، من ناس بتشتغل بالقيادات العسكرية والأمنية هيدي مؤلفة منها الدولة. إذا كل واحد لعب دوره ضمن أي موقع إجا لعنده، بعتقد بيكون عم بيقدر يحقق شيء على الأرض بوقت نحن ما قادرين عطول نقول لهم الأهل جزين شو فيه مثلا شو بده يصير بسوريا. يا خي أنا بعطيه هذا الحكي 5 دقائق وبعطيه تحليل أقليمي 10 دقائق، بس بالنتيجة هذا بده يأكل ويشرب، وهذا بده بالاخر يامن مورد رزق. هذا عم يضطر يبعت ابنه على بيروت، من بعد عم بيخسر ابنه يروح ابنه على الخليج، اذا خلونا نضل نروح على الخليج ان شاء الله، او يروح لبلاد الغربي. هذا عنده معاناه تشبه كل معاناه ضياع وبلد. يعني بفهم من حديثك انه هذا مشروعك الانتخابي اذا كنت مرشح للانتخابات؟ خليني انزل هذا السؤال نشوف. هل في قانون انتخابات لواحد يقول مرشح؟ انا بقول لا، انا بقول هذا مشروعي كأنا ابن جزين وبحب هالمنطقه. هلا اليوم اذا بدك في موسم، وبالموسم الناس هي بتحب تحطك بمكان ما معين، او الناس هي بتحب انه تركب قصص هيدي بتعود لها. بس اليوم اذا واحد ابن منطقه ما وقادر صار عنده الرغبه والقدره، لانه اليوم ما بدك بس رغبه بدك القدره انه يقدر يساهم بدور ما لتسخير خبراته وقدراته في مساعدة بلدته، ليه لا؟
بغض النظر. واليوم أنا برأيي إذا واحد حقق هدف ما إن كان بندوة نيابية ولا لا بيلاقي حاله بيلاقي ساتيسفاكشن، بيلاقي قناعة ذاتية. ونحن اللي سافرنا وتغربنا يعني بنوصل لمناطق بالعالم مش ناقصنا أنه والله لنعمل هيك لتزيد على رصيدنا أو إنجازاتنا. عظيم. خليني أروح إلى الصحافة العربية ومن هناك أدخل إلى الشأن السوري. كتبت راغدة درغان في صحيفة الحياة مقالة بعنوان أوباما متمسك بلاءاته الثلاث في الأزمة السورية. فأجواء منطقة الشرق الأوسط مفعمة بضجيج دق طبول الحرب المدمرة بين السنة والشيعة، وهي حروب بالنيابة عن إيران ودول في مجلس التعاون الخليجي ساحاتها شرق أوسطية بامتياز انطلاقا من سوريا. وما في أذهان قيادات المنطقة وشعوبها سؤال أساسي يطارد الإدارة الأوبامامية الثانية مهما حاولت الظهور بمظهر المهرول بعيدا من المنطقة، والسؤال هو ما هي الاستراتيجية الأمريكية البعيدة المدى نحو الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ وهل الإدارة الحالية حقا بريئة من صنع الحروب المذهبية بين السنة والشيعة، أم أنها في واقع الأمر ضليعة في صنع هذه الحروب؟ ما إلي كنا عم نحكي عنه نحن ما هذا الموضوع تناولته راغدة درغان. شو رأيك أستاذ إلي؟ إذا نحن بدنا نيجي نحكي بالملموس اليوم مش بالهدف، ما في شك أنه النظام بسوريا بدأ يفقد هامش المناورة اللي كان يملكه أول ما بدأت الأزمة. بدأ يضيق عليه الخناق. بس أنا بلاقي أنه هوني في نافذة إيجابية. بوقت كنا نشهد تنافس سوري أمريكاني لأنه كان الروسي مصر على بقاء الأسد، بوقت كانوا الأمريكان والدول الغرب عم بيقولوا لا بدنا نغير النظام. أنا بلاقي اليوم في تغيير بالخطاب إلى توافق روسي أمريكي على تغيير النظام، بس على مفاوضات ما هو البديل على البديل. إذا منيجي منلاقي التطورات اللي عم تصير على الأرض كلها تشير وتؤشر إلى أصبح هناك توافق أو قناعة روسية صينية أمريكية دولية أنه بوجود تغيير هذا النظام. بس الأفريقاء إذا بدك ما بدنا نقول صاروا مختلفين أو لهذا عم بيفتشوا على ما هو البديل عن هذا النظام، خاصة أنه عندنا مشكلة بالمعارضة السورية ما عم تقدر تتوافق أو تتوحد برأي واحد وبصوت واحد لتفرز حالها هي المحاور الوحيد لفرض بديل عن نظام السوري، البديل الذي يؤمن الاستقرار لدول الجوار. ونحن طبعا دول الجوار ما بقصد لبنان، يعني نحن الحلقة الأضعف، بس في دول جوار بلشت يعني المعارضة يعني أول شيء لم تتوحد. نعم. مش عم تقدر تبرهن أن هي البديل. نعم. وآخر شيء ربما يكون آخر استحقاق أنه أرجأت موعد. نعم. انتخاب رئيس لحكومة. نعم. وحكومة. نعم. حكومة ظل. نعم. هيدا هو الإطار. طبعا هناك يعني ضعف المعارضة بتوحدها وبإجماعها على الخطوط العريضة اللي قامت عليه هي اللي عم بيعطي النظام مجال آخر للمناورة أو الإبقاء عليه بس لغاية لحين إيجاد البديل. بس عظيم. خليني أروح إلى الصحافة الدولية. كتبت واشنطن بوست تحت عنوان كيري يعلن توسيع المساعدات الميدانية للمتمردين السوريين لكن من دون الأسلحة. كانت بريطانيا وفرنسا تنتظر تخفيف حظر الاتحاد الأوروبي على نقل الأسلحة إلى سوريا التي من شأنها أن يدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة. الشروط الجديدة تسمح لأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدة غير الفتاكة والتقنية لحماية المدنيين السوريين، ويبقى لكل دولة عضو أن تقرر شكل مساعداتها. وأشار مسؤولون بريطانيون وفرنسيون إلى أن دعمها لقوات المتمردين قد تشمل أيضا التدريبات خارج سوريا بالتنسيق مع الحلفاء. أيضا في الشأن السوري وإمكانية تسليح أو لا تسليح المعارضة. استفادي إذا منلاحظ نحن في حدث صار مهم بالشرق الأوسط، أنا برأيي لعب دور أساسي بتغيير نظرة الدول إلى مستوى الدعم اللي بدهم يقدمون للمعارضة السورية. الحادث المؤسف اللي صار ببنغازي وراح ضحيته السفير الأمريكي اللي هو ساهم بتحرير
ليبيا من الطاغية ومن الدكتاتور، لأنه في رأي عام برا في دول وحكومات تحترم رأي عام ما فيها تتخطى، أنه نحن جينا وجبنا ربيع عربي وساهمنا، وهذا السفير هو اللي كان مقدام بتحرير الشعب الليبي من الطاغية، وأول مسكين راح ضحية عمل شغب ما شغب. لمسنا تدريجيا تغيير على الأرض بطريقة التعاطي مع المعارضة، هل منسلحها بمواد غذائية ولا بمساعدات إنسانية ولا منروح على موضوع السلاح. واليوم على هالتوازن الموجود بسوريا، طبعا النظام أثبت أنه هو لم يعد يسيطر على كل الأراضي السورية، وكل يوم عم يخسر مواقع لمصلحة المعارضة، على الرغم عم بيطلع أصوات إعلامية من عنده تؤكد أنه ما زال الأكثرية وما زال يحتفظ بالعدد الأكبر من الجيش، بس ما زال في حلقة مفقودة، هي الدول الغرب لا تريد أن يذهب هذا السلاح إلى أيادي سوف تنقلب عليها فيما بعد، خاصة بعد التجارب اللي مرت فيها من 30 سنة إلى اليوم. عظيم. الوقفة الأخيرة مع سر اليوم. اخترنا من صحيفة النهار، تساءل مسؤول كنسي في مجلس خاص، لماذا يظهر بعض السياسيين غيرتهم على حقوق المسيحيين من خلال قانون الانتخاب في حين لم يظهروها زمن الوصاية السورية حين كانت لهم كلمة نافذة؟ شو هل توافق هذا المرجع الكنسي بهذا الوصف؟ طبعا هناك أخطاء كثيرة ارتكبناها خلال الوصاية السورية، ونحن ما نعترف أوقات أنه ارتكب خطأ، اعتراف بالذنب فضيلي، بس أنا مش هون، ما بتوقف عن هون، أنا بتوقف عند الناس اللي ما زالت تمعن بارتكاب نفس الأخطاء اللي ارتكبت أيام الوصاية. هل لم نتعلم من تلك الأخطاء ويجب يعني أنه أن لا نكررها؟ يعني عندي أنا نكتي دائما بطرحها بهذا الموضوع، مثل واحد كان مجوز مرته 30 سنة وخيه يقول له يا خيي هالمرة ما بتسوى، هو ما صدق، ونهار اكتشف ما بتسوى طلقها، اكتشف تاني يوم انه خيو تجوزها، راح يقول له لك يا اخي ما صار لك 30 سنه بتقول لي ما بتسوى، كيف تجوزت؟ قال له هلا انا صار لك 30 سنه ما بحس انا تجوزتها، دقيت بعينك. يعني في اخطاء ارتكبت ايام الوصايه، نرجو من الزعماء المسيحيين قبل الغير المسيحيين ما يتجوزوا ان لا نعيد تكرارها. ضيفي الرئيس التنفيذي لمجموعه الميس العربيه الاستاذ إلي رزق، انا بشكرك واهلا وسهلا فيك. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت البرنامج، تابعونا دائما على تويتر وفيسبوك وعلى موقعنا الالكتروني mtv.com. إلى اللقاء.